طيب تعالوا بقى هنتكلم بقى على نقطة مهمة، أنواع الماشين ليرنينج. أول حاجة عندنا حاجة اسمها السوبرفايزد ليرنينج، تاني نوع عندنا اسمه الانسوبرفايزد ليرنينج، تالت نوع عندنا هو الريينفورسمنت ليرنينج. بس دلوقتي بقى في حاجة مهمة، هو هل التلات أنواع بتوع الماشين ليرنينج دول هما تلات أنواع أو تلات حلول مختلفة لمشكلة معينة؟ الأنواع اللي قدامنا دول هما تلات حاجات أو تلات أنواع بيحلوا تلات مشاكل مختلفة، مش تلات حاجات، لأن في برضو ناس عندها شك اللي هو يقول لك إيه إن التلات أنواع دول بيحلوا مشكلة معينة. بس في بعض المشاكل كده بيبقى فيها كونتروفيرسي كده، اللي هو يعني جدل، أنت مش عارف يعني دي تبقى سوبرفايزد ولا انسوبرفايزد. أنا يهمني النهارده تكون عارف المشكلة تحديدا تتحل إزاي. طب تعالوا كده نبدأ بالسوبرفايزد ليرنينج اللي إحنا هنبقى هنعيش معاه شوية، وعايزكم تبقوا فاهمينه كويس. ده الموديل اللي إحنا قلنا هنفرضه، تمام؟ الواي بيساوي اكس زائد بي، الانبوت اكس والاوتبوت واي. طيب دلوقتي احنا عارفين في الماشين ليرنينج ان انت الانبوت هتديهوله في مرحله، انا دلوقتي خلي بالك انا بتكلم الثلاث انواع دول اللي فاتوا احنا في مرحله التريننج، انسى بقى الفاليديشن وانسى التست الابلكيشن، احنا خلاص دخلنا في مرحله التريننج، انا هدرب السيستم. طيب هتدربه باي طريقه من دول؟ في سوبرفايزد وان سوبرفايزد ورينفورسمنت، عشان بس تبقى الناس فاهمه نوع كل حاجه ايه. طيب يبقى احنا دلوقتي في مرحله التريننج، بنختار دلوقتي احنا في السوبرفايزد وده الموديل، قلنا هيبقى الانبوت جاهز معانا والاوتبوت هيبقى معانا، يبقى انا بديله الانبوت والاوتبوت، تمام؟ طيب تعال نقرب الموضوع شويه يا باشمهندس، ما هو ده اللي احنا عمالين نهري فيه من ساعتها. اول نوع من انواع سوبرفايزد ليرنينج هي الريجريشن. الريجريشن فكرته ايه؟ ان الاوتبوت بتاعي كونتينوس، يعني طبيعه الخرج ان هو كونتينوس. طيب عايزين مثال عليه، المثال بتاع التنبؤ بسعر العربية. هو انت عايز تتنبئ بايه؟ ما هو ده الاوت، هو سعر العربية. طب سعر العربية نفسه هو عامل ايه؟ يعني السعر بكام؟ سعر العربية كام؟ مثلا 50 دولار ولا 1000 دولار ولا 2000 دولار؟ ممكن يبقى 5728. فالاوت كونتينوس لانه بياخد عدد لا نهائي من الاحتمالات، فعشان كده بيسموا النوع ده ريجريشن. يبقى الاوت هو اللي بيحدد النوع ده. عندنا تايب 2 بقى، والنوع الثاني من انواع سوبرفايزد ليرنينج كلاسيفيكيشن، نفس الموديل، وبما انك سوبرفايزد ليرنينج يعني لازم يبقى الانبوت معاك والاوتبوت معاك، بس الاوتبوت ديسكريت او بيبقى عباره عن كلاسز. هرجع تاني لمثال كده كنت اقولك من شويه، موضوع السبام فلتر. انت عايز تعرف الايميل ده هو سبام ولا انبوكس، يعني سبام يعني مهم ولا مش مهم، هل الخارج بتاعك ممكن يبقى له مواصفات ثالثه غير دول؟ لا، هم تو كاتيجوريز بس، يا سبام يا نوت، خلاص هو دلوقتي بالنسبه لي دول الاساسيين. فلما يكون الاوتبوت ديسكريت او له فئات محدده بيسموا ده كلاسيفيكيشن، ودول اللي هيبقى تركيزنا عليهم ان شاء الله. يبقى الفرق ما بين الريجريشن والكلاسيفيكيشن الاوتبوت، نوع الاوتبوت، سواء كلاسيفيكيشن او كان ريجريشن، فانت بتتكلم على سوبرفايزد ليرنينج، لازم تديله الانبوت ولازم تديله الاوتبوت. لو قلت لك عندك شويه تقارير، تقارير كتير بقى، رياضيه على فنيه على شويه حاجات كده، وقلت لك دول هيبقوا الانبوت بتاعك، بس انت خلي بالك لازم التقارير دي تكون قايل له ان التقرير ده هو مثلا رياضي، التقرير رقم 2 كان فني، التقرير رقم 3 كان مش عارف كذا، هتدخله على الكلاسيفاير بتاعك. وهنقول ان احنا عندنا 4 كلاسز، يعني احنا الخارج بتاعي انا عندي مثلا 4 انواع، رياضه وفن واقتصاد وسياسه، أربع حاجات أساسية، أربع كلاسز. فالمفروض إن أي تقرير من دول يتحط في فئة من الأربعة دول، أنا هنا كاتبها سبورت، ايكونومكس، بوليتيكال، وويذر مثلا، حاجات جوية. يبقى الكلاسيفيكيشن بالنسبة لي إن أنت عندك أربع كلاسز أهم، أي تقرير هيجي لازم يتحط في واحدة من دول. طب طريقة التدريب يا باشمهندس هتبقى عاملة إزاي؟ هجيب له تقارير كتير جدا رياضية، وتقارير كتير جدا اقتصادية، وتقارير كتير جدا بوليتيكال، وتقارير كتير جدا في الطقس، وتدربوا عليهم، عشان بعد كده لما تديله تقرير انت ما تعرفوش يقدر يقول لك هو في اي فئه من دول. الانسوبرفايزد ليرنينج عباره عن ايه؟ الموديل بتاعك الانبوت معاك والاوتبوت، والموديل هو الواي بيساوي اكس زائد بي، وستيل الاي والبي اللي هم الليرنينج بارامترز بتوعك انت ما تعرفهمش. طيب الانبوت بيبقى معاك طبيعي انت في مرحله التدريب، والاوت مش معاك. لا ثانيه واحده بقى كده يا باشمهندس، احنا محتاجين نقف وقفه في الحته دي. يعني انا بدربه ومش مديله الاوت ازاي؟
يعني طب انت لو في الابلكيشن هقول لك ماشي، يعني على الاقل يبقى الموديل معاك اللي هم الاي والبي، والاكس معاك اللي هو الانبوت، فساعتها هطلع الاوتبوت. انما وانت بتدربه بتدي له الانبوت وما بتقولوش الاوتبوت ازاي؟ الكي وورد بالنسبه لك هنا هو الابلكيشن اصلا هو محتاج يكون له اوتبوت شكله محدد ولا لا. تعالوا نشوف نفس المثال اللي قلناه من شويه، ان انا مدي له مجموعه تقارير وقلت له حطها لي في شكل أربعة كلاسز، أي تقرير من دول لازم يبقى واحد من الأربعة، يبقى إذن عدد الكلاسز محدد أنت اللي محددها له، دي أول حاجة. ومش محددهم كعدد، أنت محددهم كعدد ونوع، مش عدد لا، ده أنا بقول لك الكاتيجوري الأولى هي رياضة والتانية اقتصاد والتالتة كذا والرابعة كذا، يبقى أنت مقسمهم من حيث العدد والنوع، دي أول حاجة. تاني حاجة، وأنت بتدربه انت كنت بتدربه وانت بتقول له خد التقرير ده كان رياضي، خد التقرير التاني ده كان اقتصادي، خد التقرير التالت ده كان مش عارف كذا، فوانت بتدربه كنت بتدي له التقرير ونوعه، يبقى اذا في مرحلة التدريب انت كنت بتدي له الاثنين، عشان كده كان سوبرفايزد. طيب هنا بقى نفس التطبيق اهو، انت ليه بقى بتدي له التقرير وما بتقولوش نوعه ايه؟ التطبيق ده بيسموه كلاسترنج، لما يبقى معاك شويه حاجات وعايزك تقول للكلاستر ده قسمهم لي بمعرفتك، بس هنا وقسمهم لاربعه، ممكن في الكلاستر او الالجوريزم بتاع الكلاسترنج تقول له خليهم خمسه خليهم سته. هو بيعمل ايه بقى؟ بيشوف الباترن او بيشوف اللي هو التشابه ما بين التريننج داتا ويقسمهم هو بمعرفته. انت ليك اوبشن انت تحدد العدد، تقول له قسمهم لي لثلاثه او اربعه او خمسه، ان الفرق ما بين الكلاسترنج اللي هو الانسوبرفايزد والكلاسيفيكيشن اللي هو سوبرفايزد طريقة التدريب. انت وانت بتدربه كنت بتدي له الحاجة ونوعها، انما وانت بتدرب ده انت هتدي له الحاجات وتقول له قسمهم بمعرفتك. ليه بقى الكلاسترنج بتقول له قسمهم بمعرفتك؟ لانه ما يهمكش نوعهم ايه. يعني عارف كده بالظبط لما يكون عندك شوية ورق كتير وانت عايز بس هدفك، الهدف بتاع التطبيق بتاعك، انا عايز اصنفهم مش اكتر، مش بختبرك اقول لك التقرير ده رياضي ولا فني، لا انا عايزك تقلل عليا المجهود شوية. وعشان كده الكلاسترنج او الانسوبرفايزد ليرنينج ساعات خلي بالك بيبقى مرحله بري بروسيسنج للسوبرفايزد ليرنينج، يعني بيبقى مرحله من مراحل السوبرفايزد ليرنينج. عشان التداخل ده انا حبيت اقف عند النقطه دي عشان الناس ما تتلخبطش. طيب انا عايز مثال تاني او مثال يبقى واضح شويه، الايمج كومبريشن. دلوقتي بقى انا عايز بس اشرح معاكم حاجه مهمه شويه. الصوره دي مثلا تعالى عباره عن بيكسلز، يعني عباره عن ايه؟ شوية مربعات كتير كده. فدلوقتي الصورة دي عبارة عن بيكسل، طبعا البيكسل دي عبارة عن شوية مربعات كده، كل مربع بيبقى واخد كود للون معين. يعني مثلا لو دي صورة ابيض واسود فانا هقول لك ان البيكسل دي بيضة والبيكسل دي سودة، فعندك الثلاثة بيكسلز دول لونهم اسود ودول برضو ثلاثة دول لونهم اسود والباقي كله ابيض، ده صورة سيمبل جدا. طب لو صورة الوان، اي لون بتخزن ما بين من 0 ل 255 لكومباينيشن لحاجة اسمها الار جي بي اللي هو ريد جرين بلو، فالار جي بي دول بيبقى الكومباينيشن من الريد على الجرين على البلو يطلع لك اي لون اللي هو بيسموه الجريدينت بتاع الالوان. فبيبقى كل مربع من دول واخد كود الوان من ده، يعني المربع ده مثلا واخد كده، المربع ده بيبقى مثلا واخد لون تاني كومباينيشن ما بين الثلاث ارقام دول. فكل طبعا الصوره طبعا لما الريزوليوشن بتاعها بيبقى افضل وجوده بتاعتها احسن لما بتتقسم لمربعات اكتر. ده انت ساعات كده بتبقى شغال فيديو على اليوتيوب على 144 فساعات كده الفيديو بيتحرك بتلاقي مربعات بدأت تبان، يعني حتى يقولك الصورة بدأت تباكسل. تباكسل يعني ايه؟ ان البيكسلز بدأت تبان فعلا. فكل ما كانت البيكسل دي صغيرة كل ما كانت الصورة جودتها عالية. تمام؟ طب باشمهندس انت دخلتنا في حوار الصور ليه؟ يعني انا دلوقتي احنا بنتكلم في انواع الماشين ليرنينج والكلام ده. دلوقتي الصورة اللي قدامنا دي انا لو انا عايز اقلل جودتها من غير ما افقد خواصها الاساسية هعمل ايه؟ بستخدم الانسوبرفايزد ليرنينج وتحديدا الكلاسترنج. ده تطبيق انتوا بتستخدموه او يعني ممكن تكونوا بتسمعوا عنه بس ما تبقوش عارفين ده انسوبرفايزد. ايه الهدف من الموضوع ده؟ الهدف هو تقليل جوده الصوره. يعني مثلا ممكن اقول له انا عايز الصوره دي بدل ما كانت مثلا 100 بكسل خليهم لي 20 بكسل. طبعا هي جوده الصور ما بتبقاش كده، بيبقى ليها ارقام ثانيه، بس انا اختار ان هي صوره كانت 100 بكسل عايزها 20 بكسل. طب ايه الهدف من تقليل الجوده؟ خلي بالك لما بتيجي تقلل الجوده اولا المساحه بتاعه الصوره بتقل، وده حاجه كويسه عشان ما تاخدش مساحه على الاستورج بتاعك. وتاني حاجه
انت يهمك ان الكواليتي طبعا هي هتقل، بس ما ينفعش تفقد الخصائص الاساسيه بتاعتها. يعني ما ينفعش بعد ما جوده الصوره تقل، بدل ما تقريها 7 تقراها واحد، يعني تلاقي بقت كده مثلا، اللي هو لما تشيل المربعين دول، لا كده انت عملت يعني ايمج كومبريشن، لو ضغطت الصوره او قللت مساحتها ولكن تبوظت الدنيا خالص. يبقى الهدف من ضغط الصوره او تقليل جودتها ان انت تقلل المساحه بس مش اكتر، عشان ما تاخدش حيز تخزين كبير. طب يا باشمهندس، ايه الماشين ليرنينج في كده؟ هي فكره الكلاسترنج عباره عن ايه؟ ان انا اشوف الحاجات القريبه من بعض واحطها في كاتيجوري لوحده. هيلاقي ان شويه البيكسز دول كلهم مع بعض هم كلهم واخدين كود لون الابيض، يعني بفرض ان هي لون صوره ابيض واسود، يعني ايه بسيطه جدا. فبدل ما دول ادي 1 2 3 4 1 2 3 4، بدل ما هم واخدين 16 بيكسل، طب ما تخليهم مثلا تبقى يعني ايه بيكسل واحده او اتنين بالكتير، على حسب انت محدد له انت عايزها تنزل الريزولوشن لكام. بس انا عندي اوبشن ان انا اقدر اخليها تبقى بيكسل واحده بس لونها ابيض، والصوره تفضل زي ما هي انت قاريها مظبوط. هيقوم مثلا جاي على الشويه دول مع بعض يلاقيهم كلهم لونهم اسود، طب ما تخليهم بدل ما هم 4 بيكسل تبقى هي بيكسل واحده سودة او اتنين لونهم اسود. يجي على الحته اللي هنا دول 4 خليهم واحده، يجي على الحته اللي هنا دول كلهم لونهم ابيض خليهم حته واحده او حتتين. اقدر اقللهم لواحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، لسته بيكسل. شوف انا نزلتها من كام لكام، وبنفس الوقت الصوره هتفضل زي ما انت شايفها، شايفها 7. دلوقتي بقى النص اللي احنا وقفنا عنده فين؟ ان دلوقتي انا قدامي الصوره زي ما قلت لكم هستخدم الانسوبرفايزد ليرنينج. فالانسوبرفايزد ليرنينج ان دلوقتي انا هقسم البيكسلز دي لمجموعه من الجروبس، بحيث ان كل جروب من دول يبقى واخد لون موحد ليهم. يعني بدل ما يبقى عندي مثلا 20 بيكسل ابيض جنب بعض، هو بيكسل واحد او اتنين كفايه. شويه بيكسلز واخدين نفس اللون او قريبين من اللون بياخد الافرج بتاعتهم ويقوم واخدها بيكسل. فالصوره اللي كانت 100 بيكسل اقدر اقسمها ل 10 بيكسل ويبقوا مدين لي نفس المعلومات من غير ما تفقد الخاصيه. طيب دلوقتي مثلا احنا عايزين نشوف مثال. انا عندي مثلا شركه، والشركه دي فيها 20 موظف، تمام. الشركه دي عايزه تعمل نظام حضور وانصراف الكتروني، اللي هو تخش كده ببصمه وشك يسجلك انت حضرت ولا ما حضرتش. مبدئيا كده هو قبل ما نسال، زي ما قلنا هو ليه سوبرفايز؟ يعني خلي بالك السؤال هنا، عشان انا عندي 20 شخص، تمام، وكل شخص له صوره. يعني شخص رقم واحد له صوره، الشخص رقم اتنين له صوره، الشخص رقم ثلاثه له صوره، تمام. فعندي ال 20 شخص، لحد الشخص رقم 20 له صوره، فكل واحد له صوره. انا عايز لما اسكانه بالكاميرا يطلع شخص رقم 1 و2 و3. فهو الكاتيجوريز هم 20 شخص، صح؟ فدلوقتي لو انا عندي شخص ده اسمه علي، الشخص ده جيت صورته بالكاميرا بتاعت السيستم، جيت صور، يعني لو انا مخزن في الداتا بيس بتاعتي اهو، ده علي وله صورة حلوة كده بالبدلة فورمال، جيت صورته بالكاميرا، دخلته على الالجوريزم، سكنت الصورة، هل الصورة دي زي دي؟ لا، ده مش علي، علي ما جاش مع انه صور. انا هستخدم الماشين ليرنينج لسبب، ان لو انا كل واحد له صورة ولو صورته وقارنتهم ببعض وطلع ماتش دي بحضر ومش ماتش دي بمحضرش، يبقى انا اصلا مش محتاج ماشين ليرنينج، يبقى سؤالي اصلا غلط. يعني اصلا ما تسالش السؤال ده، لان هم 20 صوره هتسيبهم، الشخص هاجي اصوره طلعت الصوره دي زي دي يبقى حضر، مش زي دي يبقى ما حضرش. ده اللي جه في بالنا كلنا دلوقتي. ايه بقى الغلط في اللي انا قلته؟ ان لو الشخص ده متصور صوره، انا كويس انا برضو شرحت لكم مثال الصوره دلوقتي عشان انتوا فاهمينه، عشان يحصل ماتشنج الصورتين مع بعض، الصوره الاولانيه لو هي مثلا، تعال نقول ان دي 4 في 4 16 بكسل، وصوره بدله معينه وليها مواصفات معينه، يعني بخلفيه معينه وشكل معين. الصوره اللي انا هلقطها بالكاميرا، خلي بالك الصوره اللي انا مسيبها عندي لازم تبقى بالظبط 16 بكسل. طيب دي هتبقى صعبه؟ يعني والله لو هو كان مديلي صوره بريزوليوشن كان مخليها مثلا 20 بكسل وانا الكاميرا بتاعتي 16، دي مشكله. طب المشكله الثانيه،
هو متصور مثلا بمواصفات معينه كده، لو هو بس دراعه كان هنا وبقى هنا، فرض انا بصوره كله يعني مش وشه، الصوره دي البيك قيمه البكسل اللي هنا عن هنا هتتغير، فمش هيحصل ماتشنج لانه بيمسك البكسل ده مع البكسل ده والبكسل ده مع ده والبكسل ده مع ده. لو هما ايدنتيكال بنسبه مثلا 80 او 90% بقول ان هو حاضر، بس زي ما قلت لك ان تفاصيل الوش بتبقى كتير جدا جدا. يعني مثلا لو دقنه طولت سنه حاجه بسيطه كده هيبان ان هو شخص تاني، لو عينه مثلا حجبه رفعه شويه كان بيضحك او ما كانش بيضحك، كان مربي شعره ولا شعره قصير، اي تفصيله صغيره، الاضاءه هو كان متصور بالنهار ولا الخلفيه بتاعته ايه، شايفين كل الكلام ده. ممكن يبقى هو نفس الشخص بس والله كان دي كان مديالي خلفيه بيضه وهو لما جه يتصور كان في ظهره حيطه. فده كله بالرغم ان هو عالي وانا متاكد ان هو عالي، بس السيستم قال انه ما حضرش. يبقى اذا مش هينفع اجيب صوره سيفها عندي وهم صوروا الصوره واقارنهم ببعض، لازم ادرب السيستم على علي ده، ادربه كتير لحد ما يفهم علي ده بكل الشخصيات بتاعته. يعني يا باشمهندس التريننج ديتا هتبقى عامله ازاي؟ من الاخر ده سؤالي، هل التريننج ديتا هتبقى الصوره الاولانيه ده علي، الصوره الثانيه ده حسام، الصوره الثالثه ده محمد؟ لا، ده انا بقى هقول له ايه؟ هقول له ركز بقى معايا، هقول له بالنسبه لعلي الصوره الاولانيه علي هيجي بقى هصوره مثلا وهو مغمض، هصوره وهو بدقن، هصوره من غير دقن، هصوره باصص يمين، هصوره باصص شمال، هصوره رافع وشه، هصوره بكلفيه بيضه، هصوره بالليل وهصوره بالنهار، هصوره كام يعني بدل الصوره هصوره 100 صوره، هصوره 100 صوره، هصوره 200 صوره، علشان السيستم بعد كده لما يلقط له صوره بالكاميرا صوره جديده غير ال 200 اللي هو متعلم عليهم دي بالصوره رقم 201 بقى ويدخلها على الكلاسيفاير يقول لك اذا كان ده عالي ولا لا. لقطوها ولا لسه؟ يبقى التريننج ديتا هقول له بقى ايه؟ الصوره دي عالي والصوره الثانيه دي كمان عالي والصوره دي عالي والصوره دي هو برضو عالي، ده عالي وهو مغمض، لا ده عالي وهو مكشر، ده عالي وهو مفتح عينه، ده عالي وهو في البيت، ده عالي وهو نازل، ده عالي وهو لابس فورمال، ده عالي وهو لابس مش عارف ايه. بديله صور كتير جدا لعلي ده علشان يعرف اذا كان ده عالي ولا لا لما يتلقط بكاميرا ثانيه. اللي انا بعمله بقى ايه؟ ألجأ للماشين ليرنينج، هدرب السيستم على حاجه اسمها الفيس ريكوجنيشن، بدرب السيستم باخد صور كتير ليك علشان اعرف اتعرف عليك بعد كده. طيب انت دلوقتي يا باشمهندس برضو انت سالت سؤال وما جاوبتوش لسه، اللي هو ايه؟ ازاي الانسوبرفايزد ليرنينج يبقى مرحله من مراحل السوبرفايزد ليرنينج؟ هجاوبك بكل بساطه، اقول لك ايه، مش انت دلوقتي قلت لي ان علي ده هتجيب له صور كتير جدا، يبقى دي اول حاجه بقى عندي صور كتير للشخص ده. والله علي ده راجل محترم جدا بس بينزل الصور بتاعته يعني ما شاء الله، يعني بينزلها 4K، يعني ده لو مش بينزلها صور ده بينزل فيديوهات و4K. طب انا محتاج صوره واحده، يعني الصوره الواحده ممكن تبقى 50 ميجا لو متصور بقى بحاجات بروفيشنال يعني. طب انا محتاج لعلي يجي مثلا 200 صوره ومحتاج لفلان 200 صوره، يعني انا عندي 20 موظف او قول 200 موظف لو شركه كبيره، وال200 موظف دول كل واحد عايز له بتاع 100 صوره، وكل صوره قول متوسط 50 ميجا، يا نهار ابيض ده انا محتاج مش هارد محتاج سيرفر. وخلي بالك دي هتبقى هي التريننج داتا. فهل البروسيسور بتاعك يقدر يستحمل حاجه زي كده حتى لو سيرفر؟ طبعا هيبقى صعب جدا. فبنعمل ايه بقى؟ قبل ما بدخل الصور دي علشان اتدرب السيستم عليها كسوبرفايزد ليرنينج، خلي بالك هو سوبرفايزد ليه؟ لما يديله الصوره وبقول له الشخص بتاعها مين؟ لا انا هقوم واخد الصور كلها هقول له قلل لي جودتها في مرحله البري بروسيسنج باستخدام الانسوبرفايزد ليرنينج. يبقى انا الصور ال 10,000 صوره اللي عندي دول بدل ما كانوا مثلا 1 تيرا بايت خليتهم ينزلوا ل 1 جيجا بايت، نزلتهم لحاجه كبيره. المثال الثاني بيقول ايه؟ ان انا مثلا عندي مجموعه كتيره من الطلبه، يعني مثلا يعني قول مثلا عندي 100 طالب وعايز مثلا اتنبأ بمستواهم في الامتحان الجاي هيبقى عامل ازاي. يعني 100 طالب دول عايز اعمل بريدكشن، لو انا قلت لك كل طالب من دول هيبقى باص ولا فيل في الامتحان الجاي،
الطالب بياناته هتبقى عبارة عن إيه؟ له بيانات طبعا الاسم بتاعه النيم، هو في سنة كام، الليفل بتاعه كام، الدرج، عدد المواد بتاعته، يعني مثلا سبجكت واحد، سبجكت اتنين، سبجكت تلاتة، وطبعا بما ان هما تلات مواد فاكيد هيبقى شكل الفيكتور بتاع الاوبوت هيبقى فيه تلات درجات، ومثلا له السن بتاعه، الكلية، التخصص، حاجات كتير. طيب ده بالنسبة لبيانات الطالب الواحد. طبعا الاوبوت بقى هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة لو انت مدخله تلاتة سبجكت فهقول له المادة الاولى مثلا كان نجح، مثلا باص، ده فيل، باص، نجح في مادتين ووقع في مادة، يبقى ده شكل الواي وده شكل الاكس. تمام، جميل. طيب دلوقتي بقى هو لما انت تدخل بقى الطالب الاول والثاني والثالث، ولو جامعة فيها 100,000 طالب مثلا، فالبيانات هتبقى كبيرة، وكل ما الفيكتور ده حجمه زاد بتاع الطالب، كل ما هيبقى عامل عليه حمل في البروسيسنج. ففي حاجة بقى اسمها الدايمنشناليتي ريدكشن. يعني ايه؟ الطالب ده انت السيستم هدفه ايه؟ ركز معايا كده، السيستم هدفه ايه؟ يعرف الطالب ده بينجح ولا بيسقط عشان اعرف اتنبأ بناء على كده بينجح ولا بيسقط. يبقى انت اللي يهمك في بياناته ايه من الاخر. يبقى انا اللي يهمني اهم حاجه في طبيعه السيستم ده، انا عايز اعرف نجاح ولا ما نجح ولا ما نجحش، فيهمني المواد والاي دي بتاعه، يعني اللي هو الطالب نفسه. يعني مثلا عندي الاي دي والنيم، انا اللي يهمني احتفظ بالاي دي ومواده وخلاص. هل يهمني سنه كام؟ يعني مش قوي، يعني انا بالنسبه لي كفاكتور، خلي بالك مش انا اللي بكرر، هو في الجوريزمات بتكرر الكلام ده، بس انا بتكلم لو احنا بنفكر بدماغنا، يعني والله مش هيفرق، يعني لو طالب جامعه مش هيفرق لو 21 سنه و22 سنه، تفرق في المرحله الابتدائيه. لو الطالب اللي عنده 5 سنين او 6 سنين في ابتدائي ولا في حضانه، اكيد كل ما بيكبر سنه وعيه بيبقى اكتر، فبيفرق العمر يبدا يبقى فاكتور، بس هنا مش هيفرق، يعني كلهم جيل واحد. هيفرق معاك كليه؟ يعني ممكن في درجه الصعوبه، ولكن لو كلهم مثلا تعالوا دي الجامعه، لو هي اصلا كلهم جامعه المنصوره متكرره عندهم، ملهاش لازمه. الليفل يفرق معايا؟ ما انا عندي بيانات كل درجه، انا ما يهمنيش هو سنه كام برضه. الاسم بتاعه والاي دي، ممكن استغنى عن الاسم بس بسيب الاي دي. شايف كل البيانات دي لو انت كان عندك مثلا في الداتابيس بتاعه الطلبه 20 او 50 فاكتور موجود للطالب الواحد، انا لخصتهم لمثلا الاي دي والدرجات بتاعه مواده بس. فطبعا بدل ما كان البيان الواحد بيشغل حاجه معينه في الميموري، نزلتها ل 20 او 10%، فده بيوفر معايا كتير جدا. اخر نوع معانا بقى في reinforcement learning اللي هو احنا كنا supervised unsupervised، في عندي بقى حاجه اسمها reinforcement learning. طيب ايه بقى المطلوب هنا؟ مبدئيا كده انت مش هتدي له الانبوت ولا الاوتبوت. ايه ده؟ بقى ثانيه واحده كده يا باشمهندس، عشان يعني ايه؟ طب انت في السوبرفايزد قلنا بتدي له الانبوت والاوتبوت، في الانسوبرفايزد بندي له الانبوت علشان انا اصلا مش ما عنديش اوتبوت، انا يهمني بس يقلل لي الحجم وخلاص، يعني كلاسترنج او جروبنج كده بيعمله. طب انا دلوقتي reinforcement learning انت ولا بتدي له input ولا بتدي له output، ده غريبه دي، امال هيتعلم ولا موديل ولا اي حاجه؟ ما هو من اسمها reinforcement learning دي، يعني اللي انت عارف زي بتقوله ايه، بتقول له اعتمد على نفسك، علم نفسك بنفسك. يعني ايه؟ اشهر امثله reinforcement learning هي الروبوتس، يعني مش الروبوتس بشكل عام ولكن في حاجات معينه. يعني مثلا دلوقتي الروبوت، لو انا قلت لك عايز الروبوت ده يتحرك، مثلا عندك اوضه وقلت لك الروبوت واقف مثلا في كورنر معين وعايز يخرج من باب الاوضه، تعال نفترض ان انت عايز تعلمه بالشكل ده بس سوبرفايزد ليرنينج، ده مواصفاته ايه؟ لازم يبقى معاك الانبوت والاوتبوت في شكل تريننج داتا. طيب هو الاوتبوت بتاعك ايه؟ هو اسمه جو تو جول. هقول له لو انت عايز تخرج من الباب اللي هو مثلا نقطه رقم، تعال نقول ان الباب ده هو النقطه رقم واحد، ومقسم اللوكيشن كله لجريد اكس وواي، وفي احداثيات اكس واحد واي واحد، فالباب له احداثي معين اكس واحد واي واحد، يعني له كوردينيتس معين. فعشان توصل للجول ده امشي الاول قدام 10 ثواني، يمين 3 ثواني، مش عارف ايه 10 ثواني. فانت لما تيجي تديله النقطه او شكل الترينج ديتا هيبقى عامله ازاي؟ هقول له بقى ايه؟ فورورد ثانيتين، بعد كده رايت 3 ثواني، بعد كده مش عارف كذا، بتدي له بقى ايه المواصفات، المسار كله ده كله عشان يخرج من الباب اللي هو نقطه من اصل نقط كتير. طيب هل ده المسار الوحيد؟
مين قال لك ان انا لازم امشي الاول ثانيتين لقدام؟ ما انا ممكن امشي الاول يمين مثلا 3 ثواني واطلع قدامه لو لقيت كرسي اخش شمال في يمين. فانت عندك كم مسار بقى متوقع عشان اخرج من الباب بس ثانيه وممكن اخش؟ يعني مسارات كتير جدا 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 جدا. فلو انت جه في بالك ان انت تعمله سوبرفايزد ليرنينج، يبقى انا محتاج اصيغ عشان اروح للنقطه دي تدي لي كل المسارات او مسارات محتمله كتير. طب واحد صبور قوي وقال لك خلاص انا هعملها، شكل التريننج ده هيبقى صعب جدا. يعني تخيل مثلا عشان تروح للنقطه الاولانيه مواصفات بقى كتير، اقول له اتحرك الاول لقدام ثانيتين بعد كده 3 ثواني 10 ثواني، فعشان اوصف نقطه واحده هدي له يجي مثلا 70 80 اتجاه، وفي 70 80 اتجاه تاني لنفس النقطه، وفي 100 اتجاه لنفس النقطه. طب ده عشان الباب. طب عايزك تروح للنقطه بقى اللي احداثياتها 2 و3، ادي له بقى احداثياتها كلها. طب دي النقطه 4 و5، ادي له احداثياتها كلها. فطبعا المسارات كتير جدا والنقط كتير. فعشان كده هو ينفع سوبرفايز ليرنينج بس هل منطقي؟ لا، ما ينفعش ان انا يعني ارهق نفسي في حاجه زي كده واصيغها. يبقى هي تنفع ليها انبوت وليها اوتبوت ولكن صياغتها صعبه، ولو اتصاغت هتبقى كومبلكس جدا. طب الحل يا باشمهندس؟ الحل ان انت تخليه يتعلم بنفسه. علم نفسك بنفسك. يعني ايه؟ هو اللي هيفترض الانبوتس وهو اللي هيطلع الاوتبوتس. يعني انت نجيب بقى ايه مثال حقيقي. هتجيب روبوت كده وتقعده في الاوضه، بص هتقول له ايه بقى؟ سيبه يتحرك بشكل راندوم، هو ما يعرفش الاتجاهات الاساسيه، وانت بس مجرد ايه يعني انستراكتور من بعيد كده، بتفضل سايبه يعلم نفسه بنفسه. يعني سيبه مثلا ايه، هيتحرك هيخبط في كرسي، هيجرب مثلا يمشي يمين، هيفضل ماشي يمين لحد ما خبط في الحيطه، خبط في الحيطه عمال يتحرك يتحرك مش راضي، هيقوم مثلا ايه خليه يتحرك شمال، خبط في الكرسي، سيبه يخبط زي الطفل الصغير لحد ما في الاخر كده تنجح ويقوم خارج من الباب. فكده المحاوله بالنسبه لك نجحت، وهو بيبقى فيه ميموري كده بيسجل كل الستيبس اللي عملها دي. فلو هو نجح هتقول له وقف كده ستوب، حلو اللي انت عملته ده، سجله عندك. دي بيسموها ريورد، اللي هو انا يعني هدي لك مكافاه، سجلها بس حاول تحسنها المره الجايه. يحاول محاوله ثانيه، يمشي يمين في شمال يمين في شمال ويخبط، بس انت حسيت ان المحاوله دي طولت، يعني اللي هو ايه بقالك ساعه ساعتين ومش راضي يطلع، فهتقول له بس حلو قوي اللي انت عملته ده بس ما تكرروش تاني. فبتدي له بينالتي، اللي هو يعني اللي هو ايه ده الجزاء. دايما رينفورسمنت ليرنينج مربوط بالثواب والعقاب، فهو يعني هتقول له سيبها برضو علشان ما يكررهاش تاني. طيب فيها مش مهندس حاجات زي كده في الحقيقه؟ ده ما فيش غير كده في الحقيقه. عارفين الروبوت اللي هو بيلعب التشيس او بيلعب الناس الشطرنج، اللي دايما يقول لك بطل العالم بيحاول يغلبه مره جلب ومره لا، بتسمعوا المواضيع دي؟ مش كتير. طيب هو الروبوت اللي هو اللي الناس مش عارفه تكسبه ده، هو هل متبرمج ان هو لو جالك كذا اعمل كذا، لو لعبها لك هنا تلعبها هنا؟ لا، ده امال تدربته ازاي؟ الروبوت ده اتدرب ازاي؟ مبدئيا كده كان في الاول روبوت تافه جدا بتقدر تلعبه وتكسبه بسهوله، فهو كل مره انت بتكسبه فيها وبيسجلها بس بيبقى عارف ان ده بانشمنت، انا سجلت ده عشان خسرت، لحد ما يلقط عليك ثغره يكسبك منها، فيفضل يكرر 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 الايتريشنز دي. يعني اللي هو بيلعب جيمز كتير لحد ما يبقى كويس، لحد ما يجي في مرحله ان انت ما تقدرش تكسبه، لان انت كل المحاولات اللي انت كسبته فيها هو عارفها وبيحاول يعمل حاجه مضاده ليها، عامل زي المضاد الحيوي كده، لما بيبدا الجسم ياخد عليه بيبقى الفيروس بيطور نفسه. هو بالظبط نفس الفكره، انت بيفضل يتعلم 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 لحد ما يكون خبره واكسبيرينس كويسه جدا ان هو يقدر ياخد قرارات اصعب من اللي انت معلمه عليه. طيب احنا دلوقتي يعني طبعا خلصت الحمد لله.